سمرقند، قوافل الجمال كانت تتوقف هنا في طريقها من الصين إلى أوروبا. في العدد الأول من أوزبكستان لايف سنتعرف على تراث طريق الحرير، فالطريق التجاري الأسطوري لا يزال يؤثر على المدينة الأسطورية حتى اليوم. سمرقند كانت في موقع مثالي على امتداد هذه الشبكة من الطرق التي تمتد على مسافة 10,000 كيلومتر. ملايين التجار مروا من هنا، بالإضافة إلى الدبلوماسيين والحجاج والمحاربين، لأكثر من 2000 سنة، وتركوا بصماتهم هنا. المهمة الرئيسية للتجار الذين جاءوا إلى هنا من مختلف أنحاء العالم في أوقات مختلفة كانت لجلب أفضل المنتجات، بالإضافة إلى الرغبة المستمرة في المعرفة ولتبادل الأفكار الثورية الجديدة وتبادل الثقافات والتقاليد والأديان واللغات. من بين تلك الأفكار التقليد القديم لصناعة الورق، وأصله من الصين. هذه التقنية السرية تم كشفها في سمرقند وطورها من بعد الحرفيون المحليون. الورقة الشهيرة المصنوعة من لحاء أشجار التوت انتشرت بعد ذلك في جميع أنحاء العالم. ظريف مختاروف حقق حلمه من خلال إحياء هذا الفن في ورشته، إنه يستخدم الطريقة القديمة التي تعود لأكثر من 1000 عام. الناس يتعرفون على ورقة سمرقند من خلال صوتها. ورقة معروفة بجودتها، كان يطلق عليها اسم ورقة الحرير لنعومة ولمعان سطحها. عليها كتب العديد من المخطوطات العربية والفارسية في القرنين 9 و10. الأمراء والسلاطين والوزراء فقط كانوا يستطيعون الحصول على هذه الورقة، لذلك كانت تعرف أيضا باسم الورقة الملكية. حين أحمل هذه الورقة أشعر كما لو أنني أحمل كنزا بيدي، كنز العالم. قوافل طريق الحرير الكبير نقلت كميات كبيرة من هذه الورقة إلى بلدانهم في آسيا وفي الشرق وفي أوروبا. النشاطات التجارية كانت تتركز في الأسواق المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. اليوم إنها ما زالت كما كانت في العصور القديمة. الثقافات المتنوعة التي وصلت إلى سمرقند تركت بصماتها على المطبخ التقليدي الذي يعكس وعاء المدينة الذي تنصهر فيه ثقافات ونكهة سمرقند التي لا زالت تفوح في الجو. طريق الحرير الكبير جلب لنا هذه التوابل كجوزة الطيب والقرنفل والفلفل الأسود. ليست تجارة التوابل فقط، بل الحرير والخزف والسجاد والأسلحة التي تلعب دوراً مهماً، بالإضافة إلى تبادل الموسيقى وآلاتها. شاريبوف في طريقه إلى صانع أداة محلي لاستلام الربابة الجديدة. هذه الآلة التي تشبه العود مصنوعة من شجرة التوت ولها 5 أوتار. هذه الآلة الربابة انتشرت عبر طريق الحرير الكبير في عدة دول من آسيا الوسطى. حوالي 12 شهراً لنحت آلة واحدة من هذه الكنوز الموسيقية. هذه الأغاني تعكس تاريخنا وتثري إلهام روحي. على امتداد طريق الحرير القديم، إننا الآن في طريقنا إلى بخارى، مركز مهم آخر يقع على الطريق التجاري التاريخي. في العدد المقبل من أوزبكستان لايف سنتعرف على المدينة القديمة بقوافلها وتراثها الغني وحرفها اليدوية.